أهلا بحضراتكم، لكم التحية. النهاردة عندنا فقرة في الجزء الثاني من الحلقة بنتكلم فيها عن الأخطاء الطبية. الأخطاء الطبية هل هي قلة خبرة، قلة ممارسة، هو استهتار؟ السؤال مين يحمي المريض ومين كمان يحمي الطبيب؟ هل الخطأ الطبي والأخطاء الطبية دي موجودة في العالم كله ولا عندنا بس في مصر؟ وهل هي بنفس النسبة اللي موجودة عندنا في مصر ولا عندنا أكتر؟ الأخطاء الطبية موجودة من فترة كبيرة، مش هنتكلم، يمكن السوشيال ميديا هي اللي أظهرت المسألة أكتر، مش من النهاردة، يعني موجودة من زمان، بس أكيد في يا جماعة قوانين بتنظم ده، أكيد في قوانين بتحاسب اللي بيتسبب في أزمات طبية للمريض. لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بتناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية، في خلاف بين مجلس الدولة وبين لجنة الشؤون الصحية عن إيه؟ عن مادة الحبس الاحتياطي للطبيب. لجنة الصحة رافضة تماما الحبس الاحتياطي للطبيب المتهم، وبتقول إنه يعني الطبيب المتهم في قضية أي خطأ طبي، وبتقول إن ده هيأثر على مستقبله المهني حتى لو حصل في النهاية على حكم البراءة. مجلس الدولة بيتمسك بالحبس الاحتياطي وقال إن ده مفيش فيه استثناء للطبيب ولا الغير طبيب. هنوصل لإيه في القانون أو هيوصلوا لإيه في القانون؟ وكمان هل الإقرار الروتيني اللي بنمضي عليه وبيوقع عليه المريض قبل العملية ده في حد ذاته يحمي الطبيب من أي مساءلة قانونية؟ تفاصيل كتيرة النهاردة هنناقشها في الجزء الثاني من الحلقة. هيشرفني في هذا اللقاء دكتور طارق كامل، عضو نقابة الأطباء السابق، وأيضا دكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. انتظرونا في هذا الحوار. لو عند حضراتكم أي تساؤل على صفحة البرنامج أو على الاس ام اس هيكون أمام حضراتكم حالا. ده القضية اللي هنناقشها لحضراتكم النهاردة. النهارده سياده الرئيس كان في مراسم استقبال رسميه لسياده الرئيس السيسي في المجر زي ما حضراتكم تابعتوا، وكلمه الرئيس السيسي في قمه دول تجمع فيشجراد في بودابست تحدث عن ملفات كثيره جدا ووضع العالم امام مسؤوليته في هذا المؤتمر فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، وقال ما نشهده في ملف التنوع البيولوجي ينذر بكارثه عالميه. وقال كمان سياده الرئيس يجب تغيير انماط الاستهلاك والانتاج وجعلها اكثر استدامه. تحدث أيضا سيادة الرئيس النهاردة عن ملف الهجرة وملف حقوق الإنسان في مصر. خليني أرحب سيد سفير محمد العرابي. مساء الخير فندم. أهلا، مساء النور، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك سيد سفير، أشكرك فندم، أشكرك شكرا جزيلا. سيد سفير، قراءة حضرتك أنا هنا بتكلم على النظرة الأوروبية، كيف ترى النظرة الأوروبية ملف الهجرة في مصر وملف حقوق الإنسان في مصر؟ يعني أولا السيد الرئيس خاطب النهاردة يعني تجمع مهم داخل الاتحاد الأوروبي. نعم. وحضرتك عارفة طبعا الاتحاد الأوروبي في المرحلة الحالية بعد خروج بريطانيا وبعد قرب اختفاء المستشارة الألمانية ميركل. صحيح. الاتحاد الأوروبي قد يشهد بعض الاهتزاز أو بعض الوهن في المرحلة القادمة. تتوقع ده. وبالتالي المقاربة اللي حصلت اليوم محاولة مقاربة بعض التجمعات الإقليمية داخل الاتحاد الأوروبي ده موضوع مهم جدا، لأنه مصر فعلا بتسعى إلى أن هي تعزز علاقتها الثنائية بكل دولة على حدة، وأيضا بكل التجمعات اللي موجودة داخل الاتحاد الأوروبي حتى تحافظ على يعني كيان ثابت في علاقتها مع الاتحاد الاوروبي كمجموعه او كدول كونفدرالية. نعم. ايضا السيد الرئيس استغل يعني طبعا هو دايما لما الكلام بيطلع من السيد الرئيس بيبقى له وقع اكبر على سواء كان في الاعلام او في السياسه او على المتلقي. يعني المتلقي، نعم. بوجه عام. وفي متابعه طبعا دقيقه لمصر كل ما يجري فيها، حضرتك عارفه بدرجه مذهله.
فالمهم ان احنا في المرحله الحاليه اعتقد انه بس دي مقاربات السيد الرئيس تناولها، انا اعتقد ان هي مهمه ورسائل هامه، لان هو ده بعض الموضوعات اللي بيتم الضغط بيها على مصر في مواقف محدده وفي توقيتات محدده ايضا. وبالتالي عرض موضوعات خاصه بموضوعات مثلا حقوق الانسان او استضافه النازحين واللاجئين في مصر بشكل انساني وبشكل ما فيهوش ابتزاز للاخرين زي دول اخرى في المنطقه حضرتك عارفها، في دول تانية بتستخدمهم كارت من كروت الضغوط. بالضبط، والحصول على يعني مكاسب. اموال ومكاسب سياسيه وماديه، لكن مصر لم تلجأ الى هذا الاسلوب على الاطلاق. وبالتالي مثل يعني هذه المقاربات انا بعتقد ان هي مفيده جدا في وقت العالم كله اصبح بيترقب في انشاء او يعني ينتظر ظهور نظام دولي جديد لسه معالمه لم تتضح بعد. ولكن يمكن المعلم الاساسي فيه انه في دوله مستقره متوازنه اخلاقيه مهتميه بالتنميه داخلها، مهتميه بكرامه الانسان، موضوع حياه كريمه ايضا الوافد او اللاجئ او حضرتك زي ما بتسميه له وضعيه مختلفه تماما عن دول كثيره. وبالتالي انا اعتقد انه عندنا بيدخلوا المدارس وعندنا بيشتغلوا ناس يعني وبيشتروا بيوت وابنك النهارده السيد رايس قال 6 مليون يا فندم. ده عدد كبير جدا ضخم. يعني حضرتك الدول الاربعه دوله يعني الدول الاربعه اللي السيد رايس بيخاطبها اليوم كل تعدادها 60 مليون الدول الاربعه. صحيح. فشوفي فانت حضرتك عندك 6 مليون ده يعني مهم. فانا اعتقد ان التواجد في مثل هذه التجمعات امر مهم جدا وضروري في هذه الايام، لان الدول يجب ان هي تحاول ان تضع لنفسها موقع على الخريطه الدوليه وعلى النظام الدولي الجديد. مصر ممكن ان يكون لها موقع متقدم جدا وراسخ نتيجه لاساسيات معينه وهي الاستقرار، السلام، التنميه. اعتقد ان هذه الوسائل الثلاثه ممكن تكون احد يعني الاساسيات في قبولنا في النظام الدولي الجديد كدولة فاعلة، مش دولة مجرد موجودة كده على خريطة السياسية أو الجغرافية. من وقت الآخر ملف حقوق الإنسان بيتم خروجه لمصر، النهاردة سيادة الرئيس قال إنه إحنا عارفين حقوق الإنسان مش محتاجين حد يعرفنا إيه هي حقوق الإنسان. ده الكارت العالمي دلوقتي لدى اي دول بلا اسانيد، بلا يعني احنا بنتكلم النهارده بيتحدثوا دائما في المطلق سيد سفير وليس عندهم متابعه لما يحدث في مصر. هل احنا محتاجين شغل داخلي؟ هل الناس دي خلاص الموضوع عندها بقى ثابت وبقى هو ده العنوان اللي بيتعاملوا بيه من وقت لاخر؟ طبعا هو ده عنوان سياسي اكثر منه يعني اي شيء اخر. مساحه حقوق الانسان او مساحه مفهوم حقوق الانسان في مصر مساحه واسعه جدا وتشمل اشياء كثيره جدا، ولكن انت دايما حضرتك هتلاحظي ان العالم بينظر الى يعني مساحه ضيقه جدا من هذه الرقعه الواسعه اللي مصر بتعالجها، اللي هي موضوعات اللي احنا دايما بنهاجم فيها تحت ادعاءات وتحت ارقام مغلوطه. اللي هي موضوعات حريه التعبير ومثل هذه الموضوعات. وبالتالي هذه المساحه الضئيله سهل جدا معالجتها. الان عندنا مجلس جديد قومي جديد وفي يعني حقيقه امكانيات كبيره جدا بشريه وقانونيه تستطيع انها تعالج مثل هذه الامور، والامر في منتهى السهوله هيكون يعني. ولكن طبعا هيظل هذا الموضوع هم بيستعمل كتير سياسي على رقاب بعض الدول بغض النظر عن التقدم اللي بيحصل في هذه الدول في هذا الملف. لكن احنا اعتقد ان احنا اولا ما فيش دوله في العالم من بلف فيها ناصع الطيات بالنسبه لموضوع حقوق الانسان، حتى الولايات المتحده الامريكيه حضرتك عارفه يعني الانتهاكات هناك متعدده وباشكال كبيره، السكون هناك اللي تخش السجن بس ما حدش بيتكلم عنها ولا حد بيواجهها. بالظبط كده. فاحنا عندنا يعني امكانيه كبيره ان احنا نخاطب الاخرين. طبعا دايما انه هذا الموضوع يكون في
كموضوع اساسي في خطابات السيد الرئيس سواء كانت داخل مصر او خارج مصر. نعم. ده موضوع مهم جدا، لان هو يعني هو ده الكلام اللي بيتسمع في الاساس بصراحه. نعم. الكلام رئيس الدوله. فانا اتمنى ان احنا الملف الاول ودايما سياده الرئيس واضح فندم معاه، يعني مش معاهم دايما، مش محتاجين حد يقول لنا معايير حقوق الانسان، انتوا عندكم تجاوز يعني بيواجه يعني بالظبط. هو يعني المعالجه المصريه انا بعتقد ان هي فعلا بتتطور بشكل كبير جدا جدا. يمكن اخر حاجه هو اعاده تشكيل المجلس القومي بعد وضع الاستراتيجيه. نعم. خاصة بحقوق الإنسان دي أعتقد خطوتين بيدلوا تماما على أن الدولة معنية بهذا الأمر، والموضوع مش مطلوب كده بالصدفة أو للعبث من بعض الأقلام أو بعض. نعم. التوجهات، ولكن في سياسة للدولة هتأثر عليها وهيراقبها مجلس النواب نشط برضه في هذا الموضوع. نعم. وبالتالي أنا بشوف أن الفترة القادمة هذا الملف سوف يخبو قليلا. تمام، بشكرك فندم، شكرا جزيلا سيد السفير محمد العرابي. وخليني ارحب بدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. دكتورة نهى مساء الخير فندم. مساء النور يا فندم. مبدئيا مبروك تعيين حضرتك واختيارك في المجلس القومي لحقوق الانسان، ولو حضرتك متابعه المداخله مع السيد السفير محمد العرابي، العالم الان بيتعامل بكارت حقوق الإنسان كأنه يعني أنا بشوف إن هم مفيهوش شكل كامل من المصداقية ولا الشفافية، وفي نفس الوقت ما أعتقدش إن هم عارفين أو يعلموا الجهود المبذولة داخل مصر في هذا الملف، لأنه مصر معنية بحقوق الإنسان الحقيقة. النهاردة السيد الرئيس قال مش محتاجين حد يقول لنا معايير حقوق الإنسان، أنتوا نفسكم عندكم تجاوزات. شفتي الكلام النهاردة عن ملف حقوق الإنسان إزاي؟ وكمان عايز أسأل حضرتك إنه هل عندكم خطة جديدة للعمل في المجلس بخروج المجلس الجديد؟ تفضلي. طبعا أنا تابعت كلمة الرئيس النهاردة، والحقيقة يعني أنا يمكن شايفة إنه فعلا تطرق لمفهوم حقوق الإنسان واختزاله دايما في فكرة الحقوق المدنية والسياسية ده موضوع عفى عليه الزمن. وانا بشوف ان ده اكتزاء للمعنى واكتزاء لمفهوم واسع جدا بيضم مجموعه كبيره جدا من الحقوق اللي سياده الرئيس تفضل النهارده واتكلم عنها. فلما النهارده انا اغفل مبادره زي مبادره حياه كريمه اللي هي المفروض انها بتستهدف تغيير حياه 60 مليون مصري، ما هو ده احنا محتاجين له تسويق يا دكتوره. ده يعني اكيد يا فندم. طبعا محتاجين له تسويق على مستوى العالم، ان ده حتى كان متماشي مع استراتيجيه مصر 2030 اللي هي مأخوذة من أهداف التنمية المستدامة اللي هي موضوعة من قبل الأمم المتحدة في 2016. نعم. ففي الأول وفي الآخر إحنا واخدين يمكن المرجعية لتطوير استراتيجية مصر 2030 ومن بعدها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. نعم. كان جزء كبير من المرجعية هو أهداف التنمية المستدامة اللي المفروض إن العالم كله كان بيسعى إن هو ينفذها، 17 هدف بيتطرقوا لجميع الحقوق اللي من ضمنها الحق في التعليم والصحة والمساواة وحاجات كتير جدا. فما ينفعش ان يبقى برضو هي نفس الجهات او المجتمع الدولي اللي هو كان قائم على انتاج استراتيجية زي التنمية المستدامة، اهداف التنمية المستدامة، هو اللي يعيب على مصر او يقول لا ده هي ما بتعملش ده ازاي. احنا من اوائل الدول اللي التزمت بده، ويمكن حتى مصر كان ليها بعض الخطوات اللي انا بشوفها سباقة. يعني احنا لما بنتكلم ان في 2020 مصر قادت مجموعة من الدول القيام بمبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوعية بالعنف اللي تعرضنا ليه السيدات والفتيات في جائحة كورونا. يعني أعتقد إن ده مثلا جزء مهم جدا من حقوق الإنسان، إن أنا أطمئن إن مجتمع مثلا زي المجتمع المصري اللي يمكن فيه 50% من تكوينه من السيدات والفتيات، إن أنا أطمئن إن جائحة كورونا ما ترتبش عليها إن هم تعرضنا للعنف وان هم تعرضنا لاشكال معينه من الاضطهاد وكانوا ما يقدروش يبلغوا عنها بسبب ظروف الحجر المنزلي وخلافه. فمصر قادت بعض المبادرات اللي انا شايفاها هي فيها اجزاء اصيله لحقوق الانسان متماشيه مع اهداف التنميه المستدامه. حتى الملفات الاخرى اللي هم ساعات بيحبوا يلقوا عليها الضوء في بعض يعني قضايا المتظاهرين والى خلافه، مصر حتى ده فاتحه فيه الحوار. أيوة. وفي مجموعه الحوار الدولي اللي هي بالفعل بتتطرق لهذا الملف دلوقتي في واشنطن، وفي شغل بيتعمل على الملف ده وملفات اخرى كثيره جدا.
هي يمكن مش بتغفل ولا جنب، بالعكس هي بتبص للمفهوم كل انسان كمفهوم شامل. طب احنا محتاجين ايه؟ هل اجتمعتوا ولا لسه ما اجتمعتوش بقياده ست الوزيره دكتوره مشيره خطاب؟ لا لم يتم الاجتماع، لان طبعا هو لسه لم يصدر كمان القرار الجمهوري، القرار الرسمي اللي احنا في انتظاره بالتشكيل. وطبعا اللي احنا محتاجينه يمكن هو فعلا فكره التسويق لما يحدث. ده ضروري يا دكتوره نا. ضروري طبعا، لازم المجتمع الدولي والمجتمع الخارجي، لان انا شايفه حتى احنا لما بنقول ان مبادره حياه كريمه هي اكبر مبادره تنمويه بتحدث على مستوى العالم دلوقتي، احنا مش بنبالغ. هي لو بصينا للارقام، لو دي حقيقه، بس العالم بره محتاج يعرف، يعني محتاج يعرف. اطلاع العالم مهم، دي مسؤوليه بالظبط، وده دورنا. مسؤوليه وطنيه. لما في ملف الشباب، لما عملنا منتدى شباب العالم وكان بقاله اربع يعني من 2017 ثلاث سنين متتاليه، يمكن الحاجه الوحيده اللي عطلته هي جائحه كورونا. ده كان عشان نقول للعالم الدولي ان هو في حوار مع الشباب، وفي شباب بيعبر عن رايه. بالعكس شباب العالم كله كان بيجي عشان يعبر عن رايه، كان صحيح. عشان يفتح حديث جوه مصر. فيمكن هو الاتجاه ده اللي احنا عايزين نسلكه، مش بس في ملف الشباب، في ملفات المراه والتمكين بكافه اشكاله. الاستراتيجيه الوطنيه اتعملت على اسس علميه، اتعملت بعد نهج تشاوري وحوار مجتمعي واسع جدا. فالاستراتيجيه بحد ذاتها لازم يتم التوعيه بيها داخل مصر وخارج مصر. انا شايفه ان ده دور مهم جدا، وان شاء الله انا شايفه ان احنا محتاجين ده خارج مصر اكتر. وبعول عليكم كمجلس جديد، تشكيل جديد، في ناس الحقيقه وكوادر في غايه الاهميه، انه يبقى في خطه واستراتيجيه للمجلس القومي لحقوق الانسان لنمره واحد مخاطبه الخارج. بتمنى لك التوفيق، وبشكرك دكتوره نواة طلعت. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. امبارح كان برد ورعد وبرق وحر، يعني شوية كده الناس تقول لك ايه ده الدنيا بردت، وشوية الناس تقول لك يا خبر ابيض على الحر والبرق والرعد، حاجات كده ايه، عارف دونت ماكس بالظبط كده. النهاردة زلزال خير، اللهم اجعله خير. خليني ارحب بدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. مساء الخير دكتور جاد. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ورب تكون الخير ومشاهديك كلكم. اشكرك فندم، اشكرك. دكتور جاد، اولا الناس ربطت، اولا خلينا اقول انه زلزال قوته 6.4 ريختر، هل هذا الرقم صحيح؟ الزلزال اللي حصل في مصر النهارده كانت قوته 6.4؟ اولا هو الرقم صحيح، لكن هو ما حصلش في مصر. الزلزال في جنوب جزيره كريت. نعم. وده كان بيبعد عن اقرب منطقه من السواحل المصريه اللي هي مدينه مرسى مطروح. ايوه. 413 كيلو متر. طيب اللي اتحس في مصر كان كام ريختر؟ ولا ده ما يتقاسش؟ يعني ما يتقاسش ليه؟ احنا عندنا الزلازل، يمكن في مداخله قبل كده مع حضرتك قلنا الزلزال لو مركزه عميق الاحساس بيه بيكون في دايره اكبر شويه. ايوه. عن لو هو سطحي يبقى الاحساس بيه في دايره محدوده حوالين مركز الزلزال. تمام. الزلزال اللي حصل النهارده كان عمقه حوالي 25.7 كيلو متر. ولذلك الدايره بتاعت الانتشار بتاعته اسبابه ايه؟ هل طلعت بيانات باسبابه يا دكتور جاد؟ احنا عارفين طبعا اسباب المنطقه دي، منطقه بتشهد تلاقي او انزلاق للصفيحه التكتونيه الافريقيه اسفل الصفيحه التكتونيه الاوروبيه، ودي يعني ظاهره جيولوجيه معروفه. نعم. اللي بينتج عنها احنا بشكل شبه يومي في زلزال، مش طبعا مش 6 او 6 ونص، لكن 4 4 ونص 3 ونص شبه يومي في المنطقه يومي دي. في المناطق دي في حزام كده ماشي، حسب بقى حسب بقى نحس بيه ولا ما نحسش بيه. بالظبط كده. بما ان احنا مش يعني مركز الزلزال يا دكتور جاد، فبالتالي صعب. لا لا اقصد فبالتالي صعب تحديد الناس اللي حست بيه، ده حست بيه بقوه قد ايه؟ ده اللي انا اقصده. احنا طبعا في خرائط بيسموها خرائط الشده الزلزاليه اللي بتحسب بيها مدى الاحساس او شعور المواطنين بالزلزال، كل في دوائر كده. نعم. منتشره من مركز الزلزال. الناس اقدر اقول اللي حسوا بيه عندنا على السواحل ممكن يتراوح بقوه 2 2.5. لكن في بعض الناس يعني بيبقى يعني مش عايز اقول حسها مرهف، مع طبعا يعني المتربصين على مواقع التواصل اللي بيحبوا يروجوا اشاعات كتير، وخاصه ان بعضهم استغل النهارده يعني قالوا قد ايه؟ قالوا قد ايه؟
لا ما حدش قال درجه، لان ما حدش قال درجه، ما حدش يقدر يقول درجه. تمام. هو السؤال ده تزامن بالصدفه مع 12 اكتوبر والله لا يعوده زلزال 92، تصادف بالصدفه ملوش علاقه؟ ملوش ادنى علاقه بيه، لان ده داخل الاراضي المصريه وده خارج الاراضي المصريه تماما. وزي ما بقول لحضرتك احنا بشكل شبه يومي المناطق دي بيتم تسجيل زلازل فيها، ملهاش علاقه لا ب 92 ولا باي تاريخ تاني. ولا ليها علاقه بالرعد والبرق اللي حصل امبارح بالليل؟ ولا ليها علاقه طبعا، موضوع لا علاقه بالرعد ده يعني اختص للزملاء في الارصاد الجويه، لكن ملوش علاقه بالزلازل ولا باي حاجه منها. تمام تمام. هل يا فندم سؤالي الاخير لحضرتك دكتور جاد، هل عند حضراتكم رصد زي الارصاد كده درجه الحراره هتبقى كام؟ هل بيبقى عندكم رصد ممكن يكون في خلال اسبوع او فتره ما انا ما اعرفهاش لا قدر الله سيحدث زلزال، ام الزلزال ملوش توقع اطلاقا يا فندم؟ على مستوى العالم مفيش اي تنبؤ بالزلازل، ولا حد يقدر يقول في اليوم الفلاني يحصل زلزال بقوه كذا في المكان الفلاني. تمام. ولكن في توقعات طويله الاجل، يعني مثلا هنقول في خلال الخمس سنين الجايين متوقعين زلزال او زلازل بقوه كذا في المنطقه الفلانيه. طب ما تقولي في الاماكن كده قبل، هل في حاجه ليها علاقه قريبه بمصر؟ ده في الاماكن لا مش في مصر، دي في الاماكن اللي هي فيها احزمه الزلازل. في اماكن مثلا في اليابان، مش احنا اطلاقا. تمام. ولكن بالرغم من ذلك احنا بيحدث زلازل ايضا عندنا بشكل شبه يومي في مناطق مختلفه من الجمهوريه، بيتم رصدها بدقه واصدار تقارير للجهات المعنيه، لان ده ما حدش بيبقاش ارضاه من المواطنين. والهدف من ذلك الحد من المخاطر، تحسين البنية التحتيه للمجتمعات العمرانيه الجديده، بحيث الاستثمارات اللي الدوله بتضخها ما تجيش نتيجه سوء تخطيط او عدم اتباع اشتراطات الكود الزلزالي في المباني. كله مطبق الكود. المدن الجديدة حاليا وفي تواصل مع كبريات الشركات العاملة وزارة الإسكان، بيتم اتباع تلك الإجراءات، وإحنا سعداء إن الدولة فعلا بدأت تاخذ بالاعتبار نتائج البحث العلمي في تلك الإجراءات. بشكرك يا دكتور جاد القاضي عميد معهد الفلك، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. خلينا نطلع فاصل، في الفاصل هستقبل دكتور طارق كامل وأيضا دكتور مكرم رضوان، هنتكلم عن الأخطاء الطبية. الخطأ الطبي ده يا جماعة كمان هل هو وارد انه يحصل مع دكاترة مشهورين؟ يعني يقول لك ايه ده، لا 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 انا لازم اختار دكتور مشهور ودكتور كويس قوي وقديم وليه تاريخ عشان اقلل من نسبة الخطأ الطبي، فبالتالي هل الاخطاء الطبية وارد انه يقع فيها دكتور من الدكاترة الكبار اللي عندهم خبرة ومشهور، ولا ده بيحصل بس مع الدكتور او الطبيب حديثي التخرج بشكل كبير؟ إيه، خلونا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنتواصل مع حضرتكم. برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيوفي دكتور طارق كامل، اهلا بحضرتك معانا يا دكتور طارق. اهلا بيك فندم. برحب كمان بدكتور مكرم رضوان، اهلا بحضرتك معانا دكتور مكرم. اهلا بيك عضو لجنه الصحه سياده النائب، طبعا اهلا بحضرتك معانا. طرحت مجموعة من الأسئلة في بداية الحلقة بنسأل عن الأخطاء الطبية. دكتور طارق، الأخطاء الطبية على مستوى العالم نفس النسبة عندنا في مصر، ولا مفيش إحصاء يقول إنه الأخطاء الطبية في مصر نسبتها عالية أو نسبتها في المتوسط أو أقل أو إلى آخره؟ طيب إحنا تقريبا زينا زي معظم العالم تقريبا احنا مش عندناش حاجة زيادة قوي عن بقية العالم. تمام. هي الفكرة في نفس النسبة العالمية تقريبا. احنا بنتكلم على 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 مضاعفات من الوارد حدوثها من اي تدخل طبي، مكتوبة في المراجع وبتحصل في احسن المراكز. بس هو الفرق بقى في النظام مختلف شوي. بس المضاعفات، اسمح لي المضاعفات ليست خطأ أثناء عمل العملية. لا ساعات بقى دكتور عمل العملية ده طيب. موضوع تاني هقول تاني هوضح حاجة. نقول كمان الأول. هو الفكرة أنه إيه، الطبيب إذا أهمل في حق مريضه وثبت أنه هو أهمل أو خالف النظم واللوائح والقوانين في عمله يتحاسب ويتحبس كمان.
أنا رأيي. رأيك كده. ما فيش فيه فصال. لو أهمل في إجراء مع مريضه. بالظبط طبعًا مع مريضه. هنا في إجراء عملية هقول حد أمثلة حدي بالظبط كده. طب إنما لو الدكتور التزم بكل القواعد العلمية المتعارف عليها ولم يخالف أي شيء منها وحصل المريض ده مضاعفات مذكورة ومكتوبة في كل المراجع العلمية وتحدث في أحسن المراكز العالمية تمام يبقى هنا لا يلام. تمام. بيحصل بقى العكس في خلط بين الاثنين عندنا الإهمال الطبي والمضاعفات المتعارف عليها. تمام. دكتور يحصل معاه مضاعفات ده بيتفضح في الإعلام وفي السوشيال ميديا ويتبهدل إلى أن في النهاية يتبرأ بعد سلسلة من المحاكمات. لكن حضرتك مش مع كل اللي حضرتك قلته انه يتفضح ويتبهدل و و و اذا اخطأ. ما هو اذا اخطأ مش خلاص. عفوا اذا اهمل إذا مش أهمل. مضاعفات اذا اهمل يتحبس. ده انا قلت يتحبس. طيب انا مش مختلف. دكتور مكرم هل مع حضرتك مع حبس ويمكن دي النقطة الفاصلة ما بين مجلس الدولة وما بين حضراتكم وهي حبس الطبيب اذا اخطأ طبيا. حضرتك مع حبس الطبيب؟ لا طبعا انا مش مع حبس الطبيب الا اذا كان في اهمال فجأة في حاله واضح الاهمال. في حاله الاهمال لكن برضو اللي يحدد ده ناس فنيين اطباء عشان اكيد مش يحبس الطبيب ظلما وبعد كده نقول لا ده هو حبس ظلما لان مهما كان وكيل النيابه او النائب اللي بيحقق مع احترامنا الشديد ليهم في حاجات فنية ما يعرفهاش إلا الأطباء. تمام يا فندم. ما هو أكيد اللي هيقيم ده دي النقطة اللي جاية مجموعة دكاترة متخصصين وليهم اسم وخبرة هم اللي يحددوا الأول وبعدها إذا كان مخطئ ما فيش حد بيستثنى أبدا من الحبس الاحتياطي حتى المستشارين. طبعا لو أخطأوا صحيح ولكن ده يحدد بناس مختصين في العلم اللي طبيعي. هو ده التنظيم اللي عايزين نوصل له. انا حكايه ان انا قلت موافق على الحبس لسبب كمان انا بتكلم في اطار الوضع القانوني العام لمصر كلها. القتل الخطا والاصابه الخطا فيهم حبس فما ينفعش استثني الطبيب يعني ما هو السواق اللي سايق عربيه وضرب واحد موته ده قتل خطا ينفع اقول الطبيب ما يتحبس في القتل الخطا والسواء يتحبس مهندس اخطا مش اهمل اخطا في حسابات وعماره وقعت ها بيتحبس اذا انا بقول للطبيب يتحبس مش انا بكره الدكاتره انا بقول ان الاطار القانوني ووزاره العدل قطاع التشريع قبل كده قال ما ينفعش استثنيكم قبل كده مشروعات القوانين دي بعتت لقطاع التشريع في وزاره العدل ورد رسميا قال ما اقدرش استثنيكم لوحدكم طبيعي بس طبيعي. ده اللي انا كنت عايز اقوله في وجهه نظر تانية كان اعتقد دي وجهه نظر حضرتك دكتور مكرم ان انت شايف انه مساله الحبس هيسيء للطبيب للمهنه للمهنه بالظبط كده طبعا الطبيب عمل في شيء من الخطوره او المضاعفات اللي ممكن تحصل لاي مريض هو بيتعالج فرق جامد زي ما قال دكتور طارق بين الإهمال والأخطاء أو المضاعفات اللي هي ممكن تحصل لأي مريض فلو أنا شددت العقوبات على الطبيب الجراح بالذات وكل حاجة خطأ من قبل ما حقق فيه وأعرف حقيقة الأمر لا إحنا مع مشكلة لا ومع الرأي الفني دكتور مكرم إحنا كلامنا واضح إحنا كلامنا واضح في إطار قانوني في إطار قانوني لكن حضرتك شايف إنه الحبس الاحتياطي يسيء للمهنة طب ما هو كل واحد في مصر وارد انه يسيء للمهنة وكل حد لا أنا ما قلتش يسيء للمهنة إلا إذا كان هو هيبقى فيه ظلم لبعض الأطباء عوقبوا بالحبس على أخطاء هم لم يفعلوها لا ده احنا سلمنا قدام الأول لا احنا ده وارد مسلمين بيه ايه النقطة اللي بعدها طيب دكتور طارق قبل النقطة اللي بعدها هل وارد انه دكتور كبير عندنا في مصر معناه مشهور وقديم واستاذ وخبرة الفلاني ده دكتور كبير واستاذ وباع وسمعته زي الفل وارد ان هو كمان يخطأ وارد هو في العالم كله كده والدليل على كده ان حضرتك لما بتخشي بره تعملي عمليه بتكتبي موافقه كراسه مش سطرين موافقه وشارح لك فيها كل المضاعفات زي الاقرار اللي احنا بنمضي عليه هنا في مصر بتمضي سطر لا ده بقى كراسه بالتفصيل جميع الاحتمالات المحتمل حدوثها بعد هذه العمليه وجميع المضاعفات وساعات تكتبي متقبلاها
ودول مراكز كبيرة يعني قدام بقى وخبرة، فهمتي قصدي؟ فوارد ان اي استاذ طالما مكتوبة في الكتب يبقى ممكن تحصل مع اي حد، مع اشهر وامهر الدكاترة ادام مكتوبة في الكتب والمراجع. صحيح. طبعا بتفرق الخبرة بيقل فيها شوية. أي. لكن مش معناها انه ما بتحصلوش، بتحصل. اي بتحصل. انا عايز برضو احط نقطة في البعض بيستفسر فيها. مش معنى ان انا مديت المريض على اقرار ان اي مضاعفات تحصل الطبيب مش مسؤول عنها. لان معنى ممكن انا امضي على اقرار والطبيب يكون اخطا، انا كده يحاسب. يعني الاقرار لا يحمي الطبيب، ما بيحميش الطبيب 100%. انا 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 اهمال الطبيب في الاول، اهمال الطبيب، الاهمال انا عشان الناس انا بتكلم على مضاعفات مكتوبه، لو هو ماضي عليها ما يحاسبنيش بعدها. بتكلم على المضاعفات يا دكتور مكرم، الكلام واضح. الاقرار بيبقى مكتوب فيه كل طيب حاجه. خلاص خد بال حضرتك. يعني مثلا مكتوب فيه واحد هيعمل منظار، عمليه بالمنظار. طيب. وبعدين هو مضى على كل حاجه ممكن مضاعفات تحصل. طيب. وبعدين فوجئنا لقينا ان اللي بيشتغل المنظار ده كان لوحده وهو مش متدرب، ما فيه كفايه. لا دكتور مكرم انت ده وهو الى اخره. لا لا احنا كده انا عايز انا انا حضرتك انت فاهم. لا احنا احنا عشان ما نخش على بين المواطن. لا هو لا المواطن عارف ده ان الاقرار لو حصل خطا لا يا بيه لا لو اهمال حسب اسباب، حسب اسباب اهمال بالظبط كده اكتر. مش معناه انه يحمي الطبيب 100%. انت يا دكتور مكرم الطبيب يبدا يشتغل بايده يعني بعد قد ايه؟ هل المساله ليها سنوات خبره؟ هل المساله ليها عدد سنين محدده؟ ولا مجرد ما بقى اتخرج وحاسس ان هو يقدر يعمل عمليه يقدر يعمل عمليه؟ اسمح لي اشكرك على السؤال الوجيه ده، وده موضوع لوحده بيحتاج مننا اهتمام كبير جدا. احنا بعد الطبيب ما بيتخرج اسمه طبيب متدرب. يعني هو مش مسموح له في حاجات كتير ان هو يشتغلها لوحده. معايا دكتور طارق؟ معاك يا بينا، متابع كويس قوي. هو هيدخل دراسات عليا سواء كان عندنا قبل كده ماجستير وزماله ودكتوراه وبورد والى اخره. لازم يحصل على عشان على شهاده تخصص. عشان ياخد اللايسنس ان هو يشتغل اخصائي في الحته دي، في الحته دي لازم يحصل على شهاده. يجي بعد ما يبقى اخصائي بياخد لايسنس ثانيه لسب سبيشاليتي. تخصص دقيق. ده موضوع تاني. المفروض بقى اقصد انه في عدد سنوات محدده شهادة. او الحصول على شهاده علميه والشهاده دي والتدريب مده كان معينه. كان زمان بنركز فيها على شهادات اكاديميه اللي هي الماجستير والدكتوراه. تمام. ما كناش بنبص قوي للشغل الاكلينيكي. تمام. يعني كان ممكن واحد يسجل ماجستير عندي في الكليه وانا امتحنه ادوني ماجستير، هو شغال في مستوصف او مستشفى صغير وما بي ما بيمارسش عمليات. ما بيمارسش ده. طيب. تمام. ويجي ويحفظ الكتاب. متنظمه ازاي؟ اكمل دي بس بعدين. طب اتفضل. كمل دي بعدين. العالم كل الوقت بيعمل ايه؟ انا اخذت زماله او ماجستير واخذت لايسنس وانا بشتغل في مستشفى، بكتب كده بتيجي لي ورقه املاها، انا بشتغل ايه لوحدي؟ أنا بشتغل إيه؟ من إدارة المستشفى، من إدارة من القسم، من رئيس القسم. نعم. أنا بشتغل إيه بالمساعدة اللي أكبر مني وأنا ما أقدرش أشتغل إيه؟ تمام. وأمضي عليها كطبيب. كطبيب. مفهوم. ده الجوب ديسكريبشن بتاع الطبيب. 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 وأجمع الجوب ديسكريبشن بتاع الأطباء، يبقى هو ده بتاع القسم ده. نعم. يبقى القسم ده ما يشتغلش إلا العمليات دي. نعم. شايف يا دكتور طارق انه مشروع القانون فكره المسؤوليه الطبيه هيخرج للنور؟ بمعنى الدكاتره تقول لك لا احنا ما نتحبسش واحنا اكيد مش غاويين. طيب. نغلط، في نفس الوقت المريض معذور، مين يحمي المريض ومين يحمي الطبيب؟ طيب. ما احنا اتفقنا على المبدا ان لازم يكون في توازن. خلاص، التوازن ده بين الطبيب وبين مصلحه المريض. وقلت المريض على عيني وعلى راسي لو الطبيب اهمل. تمام. مفيش فيها افصال. تمام. الفكره بس عاوزين ايه؟ ده موضوع فني شديد التعقيد. ايوه. وبناء عليه اول طلب ليا انا شخصيا. أيوة. انه يبقى كطبيب وكبير ايوه ويجي في الشغلانه. تمام. وكنت ماسك لجنه تحقيق في النقابه وعارف. صحيح. اول حاجه يتشكل لجان فنيه في كل تخصص وفي كل محافظه، كل محافظه النهارده فيها جامعه. انا اقدم ثلاث اساتذه في كل تخصص. اقدم عشان ما بقاش في مجال للاختيار. تمام.
ودي تبقى اسمها لجنه فنيه. اللجنه الفنيه دي يتعرض عليها موضوع الشكوى او البلاغ او القضيه، ده بعد الخطا وبعد ده بعد الخطا الشكوى تحصل الواقع تمام، وهي بتكتب تقرير فني. وعشان برضه نبقى واضحين مش هنخالف القانون العام، راي الفني راي معاون للقاضي وليس ملزما، عشان كان في راي مره قال الفني اللي كتب القاضي ملتزم بيه، لا مفيش كده. القاضي القاعده القانونيه كده صحيح، القاضي هو الخبير الاعلى صحيح، ممكن ما يطمنش للتقرير الفني دوت ويسيبه فعشان بس نتفق، لكن بيعتمد عليه بنسبه كبيره لانه موضوع فني. فاول حاجه اللجان الفنيه دي على مستوى المحافظات كلها، اللجان الفنيه دي هيتروح لها البلاغات والشكاوي كلها، هتفحص الموضوع فنيا وتكتب التقرير بتاعها، هتوجهنا في سكه من الاثنين، يا الراجل ده أهملة أو خالف أو اشتغل عملية في غير تخصصه أو اشتغل عملية في عيادة غير مرخصة، كل ده يخضع للمساءلة الجنائية. تمام. ما حصلش ده كله والراجل اشتغل مظبوط وحصل مضاعفات وارد حدوثها، هتكتب كده اللجنة. هتدينا اتجاهين مفيش غيرهم. أيوه. اتجاهين. طب ما ده اقتراح كويس. ما أنا هكمل لحضرتك. اتفضل. اللجنة دي كمان لها دور تاني بقى. مشكلة طب الدكتور الصغير يشتغل ولا ما يشتغلش؟ طيب ايه راي حضرتك ان الدكتور اللي مسجل اي دراسات عليا ملزم يقدم كراسه ممضيه انه عمل عمليات؟ صحيح. اذا لازم يشتغل. تمام. مش هيخش الامتحان الا ما يكون عملهم. تمام. تحت اشراف اللي اكبر منه. يبقى لازم اللجان الفنيه دي تحط لي الضوابط. هتقول لي ده طبيب متدرب مش اخصائي لسه، متدرب. يقف يساعدك في 10 عمليات. نحدد كده. ما فيش هزار. تمام. مش هي متسابه دلوقتي بالحب. أيوة. عشان بس نبقى واضحين. اوكي. لا هيساعدك في 10 عمليات. ده شغل مين اللي يحصل؟ اللجان الفنيه. ده القانون اللجان الفنيه تبع ايه، النقابه ولا تبع؟ لا مش تبع حد. دي لجنه خبراء فنيين تحلف يمين قدام وزير العدل. مين يا اقصد؟ اهو ما انا قلت ما فيش حد مش عايز صح. ولا حدش يرأسها. دي لجان خبراء زي مين يشكلها فاهم؟ ما انا قلت لحضرتك اهو الجامعات. انا هبعت اقول له اديني كشف بأقدم 3 اساتذه عندك في مسالك وانف واذن وجراحه وبطنه وهكذا. أيوه. بس محدش هينقي. وبعدين دول كلهم يحلفوا يمين خبراء زي الخبراء بتوع وزاره العدل. ما بيحلفوا يمين. خبير خلاص. اللجنه دي بقى كمان تحط لنا ضوابط الدكتور المتدرب. لازم يكون ساعد في كام مره. ولما يجي يشتغل للدكتور الاكبر منه واقف على ايده. ايوه. اذا الدكتور الاكبر منه ما جاش وحصل مشكله هيتحاسب الكبير. طب الدكتور الكبير موجود والصغير بيشتغل بس حصل منه مشكله بقى يتسال عليه. لو اهمال لو اهمال من الصغير لو مضاعفات عاديه قلنا الاثنين مش هيتحاسب. بس هو مش المفروض لو الدكتور الصغير بيشتغل في وجود دكتور كبير هيلحقه؟ افرض ما لحقوش. ممكن. انا مش كده، احنا في اوضه عمليات. افرض ما لحقوش. طيب الحاجه الثانيه اللي مشكله وبنقابلها بقى واقعيه، الفريق الطبي وشيوع المسؤوليه فيهم. طب عيان ساعات؟ لا ما انا هديك امثله. عيان بيتنقل في اوضه العمليات من الترابيزه للترولي وقع اتكسر، انا اللي مسؤول؟ لا. عرفت بقى ازاي؟ لا ممكن انا افضل متبهدل شويه لحد ما اقول انا مثبت. مالي. كان الاول يقول لك ما هو الطبيب ده هو قائد الفريق كله. ايوه. فمسؤول عن اخطاء اللي معاه. ايوه. وحتى زمان ما كانش الفصل بين الجراح والتخدير ابتدى، دلوقتي خلاص بقى معروف ايه خطا الجراح وايه خطا التخدير. طيب الممرض، انا بشتغل في بطن العيان وحاطط 20 فوطة شاش، العيان عمال ينزف، ده عادي في اوضه العمليات. ما بعدهمش. مين اللي بيعدهم؟ البنت. يجي بقى تنسد فوطة بطن العيان، مين المسؤول؟ يبقى لازم كل ده يكون مكتوب. مكتوب وملزم لجميع الجهات اللي بتشتغل طب في مصر. اللجان الفنيه دي هتقعد تكتب. أي. المتدرب يعمل ايه؟ بقيه الفريق الطبي مسؤوليات محدده، اللي بينقل العيان فلان وفلان، الدكتور ملوش دعوه. تمام. اللي هيعد الالات الجراحيه والفوط والشاش فلان ممرضه فلانه وفلانه والكذب من اول يوم. امال ايه؟ أيوه. ده بيحصل كده. أيوه. اللي انا بقوله لك ده من امر الواقع. أيوه. ادي دور اللجان الفنيه. ده تمام. ده نمره واحد اول طلب ليه. تمام. وخصوصا بقى ليه انا عاوز ده؟ عشان تعدد الجهات اللي الطبيب بيتسال. شوفي بقى البهدله. الطبيب ممكن يتسال في 4 حتت في وقت واحد على نفس الواقعه. نمره واحد، العيان يشتكي في النقابه. ايوه. النقابه تحقق معاه طبعا. طيب العيان يروح يقدم بلاغ للنيابه العامه. النيابه العامه تحقق وخط تحليله الى المحكمه. تمام. طيب في جهته الاداريه، في جهه عمله ممكن رئاسته تحوله للنيابه الاداريه. او العيان يشتكي في النيابه الاداريه اللي هي تحقق مع الموظفين الدوله. ايوه. ادي 3. العيان يروح مباشره على محكمه مدنيه، مش عايز جنائي. مش عايز يتحبس الدكتور، عايز تعويض. ايوه. يروح محكمه. 4 حتت.
طب الاربعه دول كلهم عايزين راي فني. طيب ايه راي حضرتك ان القانون الحالي دلوقتي القضاء الخبير الفني بتاعه الطبيب الشرعي؟ ايوه الطبيب الشرعي خبير في سكينه، أيوه. في طلقه رصاص، لكن مش خبير انف واذن ومسالك وابدان. مفيش ما يلزمه ان يجيب استشاري، هم عندهم استشاريين ممكن يجيبه وممكن ما يجيبش. تمام. فيبقى طبيب شرعي يكتب تقرير في حاله مسالك بوليه وحاله امراض نساء ينفع؟ لا ما ينفعش، ده انا عايز ثلاثه مش واحد بقى كمان، ثلاثه في التخصص، تنظيم في كل تخصص اللجان الفنيه في غايه الاهميه. طيب خليني استاذن حضرتك وارحب بالمحاميه الاستاذه مها ابو بكر. استاذه مها مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عادل. اهلا بيكي، اهلا بيكي استاذه مها. بتحدث مع ضيوفي عن غالبا اتكلمنا في كيفية حماية الطبيب أيضا، من وجهة نظر حضرتك إزاي نحمي المريض أو حق المريض فين في الأخطاء الطبية؟ خلينا نقول أول يا أستاذة عزة إن إحنا عندنا أزمة كبيرة جدا، وهي تسليع الرسالة أو المهنة السامية، وهي مهنة الطب. دي أكبر خطر إحنا بنقابله دلوقتي، إن إحنا ممكن نبقى شايفين على السوشيال ميديا كم دكتور وكم حد بيسوق ليهم، وتعالى حضرتك النهارده لو رحت النهارده تكشف هتاخد كارت خصم 100 جنيه، ولو رحت النهارده حضرتك عملت يعني مثلا لو في الاسنان مثلا عملت تبييض اسنان وعملت تنظيف وعملت كذا، فانت هنا بتتكلمي على الاعلانات يا استاذ. التسليع، التسليع عندنا كارت تسليع علاقه بالتسليع. ماشي، ده موضوع غير الاخطاء يعني، ده هو بيبدا من هنا للاسف. هنا ده طرف دخل في لا البداية. انا بتكلم على طبيب عمل عمليه لمواطن وحصل له مشكله، وحصل له مشكله اخطا. تمام. خلينا نقول ان القانون الموجود دلوقتي للاسف يعني غير رادع لفكره الخطا المهني الجسيم او الخطا الطبي الجسيم، وان اقصى عقوبه عندنا هي 10 سنوات حتى لو المريض خطف حياته او كان عايز 10 سنوات. بتقول انه اعلى عقوبه 10 سنوات حتى لو المريض فقد حياته. ما القتل خطا كله كده، ما مش الطبيب ده بيقول لك هم مادتين في قانون العقوبات بيتكلموا على خطا على قتل خطا واصابه خطا على جميع المهن اللي تتسبب في قتل او اصابه خطا، مش الطبيب بس. المشكله عندنا ايه في الاخطاء الطبيه؟ يا ريت تحددي لي الكلام علشان عشان الوقت. بس اقول انه يعني اذا انا كنت ماشيه في الشارع بعربيتي وخبطت حد ومات بشكل اللي هو مني يعني موت قتل خطا، مش زي ابدا 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 ما انا اكون مسلمه نفسي للطبيب المفروض يعيدني للحياه ويكون هو سبب في قتلي وسبب في موتي. يعني خليني بس اشرح للدكتور الفرق بين الاثنين فيما يتعلق بعلم العقوبات او علم الاثنين قتل خطا يا استاذ. صحيح صحيح صحيح. لكن هنا في ظرف مشدد المفروض يكون موجود له علاقه بايه؟ له علاقه بانه الخروج عن الفطره الانسانيه اللي هي ان الطبيب دوت المفروض يحميني، هو انا مسلمه له نفسي عشان يحميني عشان يعالجني عشان يوديني للحياه. طيب خليني محدده مع حضرتك عشان اسمع كلام محدد من حضرتك. اتفضل. شايفه انت مع الحبس الاحتياطي للطبيب ام لا؟ علشان طبعا معاه، طبعا معاه، ده بيقوم المجتمع وبيحمي ضحايا محتملين. ايوه ايوه تمام تمام. بشكرك استاذه مها، بشكرك شكرا جزيلا استاذه مها ابو بكر. سياده النائب، مناقشه هذا الموضوع، اولا ايه راي حضرتك في اقتراح اللي قاله دكتور طارق؟ يعني طبعا هو ده اللي مفروض، ده مش محتاج لتشريع بقى ولا محتاج حاجه؟ لا هو ده اللي احنا كنا ماشيين تبني. نعم عشان يبقى ملزم. عايز تشريع، هو ده اللي احنا كنا ماشيين بيه في عايز تشريع. عايز تشريع لازم في المملكه العربيه السعوديه. كان في لجنه فنيه اللي قاله دكتور طبعا. انا كنت رئيس لجنه هناك في الدمام وقبل كده في مكه. اكمل بس الصوره من اللي قالها الدكتور طارق. انا لما بتجي لي الشكوى ببعت كمان للمشكو في حقه يجيب لي رد طبعا عن الشكوى، يجيب لي رد مكتوب بديل. يبقى انا عندي رد الشكوى وعندي المشكو في حقه، وابعت للمستشفى اللي هو فيه اتعمل فيه العمليه او اتعالج فيه المريض يبعت لي رد، اما من رئيس القسم او مدير المستشفى او احد الاستاف اللي موجودين زمايله عشان اعرف وجهه نظر المستشفى. مفهوم ماشي. ويبقى في كمان واحد متميز في التخصص ده في الحته دي انا ببعت له من مستشفى اخر تمام اللي هو بيعمل. يبقى انا عندي الشكوى
ورد المشكو في حقه طبعا، ورد المستشفى او القسم اللي هو معمول فيه العمليه، وواحد تاني رابع بعيد خالص. بنقعد انا اذا كنت انا رئيس اللجنه انا اللي هحكم او معايا اللجنه. تمام، سؤالي لحضرتك ونقول هل ممكن يبقى في مقترح بتشريع عشان يكون ملزم لاقتراح زي ده ويحصل حوله حوار مجتمعي؟ دي جزئيه اللجنه بتقول رايها، وبعد كده بيروح ده بيترفع للقاضي، والقاضي الرأي ده ما بيكونش ملزم ليه، لكن بيعتمد طبعا عليه بيعتمد كبيرة عليه طبعا. اعتماد بنسبه طبعا. كبيره. اذا ارتاح له بياخد بيه تماما، اذا احتاج ان هو يجيب حد تاني يساله بيجيب حد تاني يساله. تمام. دكتور طارق، اكتر المشاكل في التخصصات ايه؟ بمعنى كمان انه إيه يعني واضح انه في تخصصات وده موجود طول الوقت اعتقد في كليات الطب، انه الناس بتجري عليها، يعني الدكاترة دايما بيبقوا بيجروا عليها. واعتقد ان في تخصصات اصبح الان، انا ما اعرفش صح ولا غلط، الدكاترة بتهرب منها، ما اعرفش الاسباب ايه. طيب نقول التخصصات اللي الناس بتجري عليها. لا، التخصصات اللي بتجري عليها دي بتختلف من اجيال واجيال. انا من دفعة 74 أيه. خلاص كنت من العشرة أوائل على الكلية، فقدام الكلية كلها كان أنف وأذن من اختيارات العشرة أوائل على طول. احنا عندنا مكتب تنسيق جوه الكلية زي بتاع الحكومة، ما فيش هزار. وحضرتك برضو حضرتك برضو اخترت أنف وأذن نفس ال عظام حضرتك عظام. المهم بعد سنين لا، أنف وأذن ما بقاش الدكاترة تقبل عليها قوي. دليبة ما هو بيطلع تخصص تاني عدده اقل في السوق، اقبال في السوق بيشتغل اكتر. تمام. هي كده. مع ميول شخصيه، في واحد بيحلم انه هيبقى جراح قلب خلاص ده ماشي، او اللي ما بيحلمش بحاجه معينه بيختار تخصص يجد فيه فرص عمل ورزق احسن. ده منطقي. تمام. او فيها توريث، يعني ابويا عنده عياده وارد نساء. وارد 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 الطب برضه فيه توريث، يعني بس مش توريث يعني وسايط. وتطور التخصص لا في وسايط، لا وسايط بحدود احنا محجمين انا. طيب مش انا ما يعني مش هكذب. المهم الفكره بس بقت في ايه دلوقتي، انه حتى انا اخترت التخصص من كتر بقى الحملات اللي ساعات بيبقى مبالغ فيها على الاطباء والناس كلها بتفقد الثقه فيهم. بيبتدي الاطباء حتى الكبار يريح دماغه وما يعملش الحالات المعقده. يا خبر ابيض. وهو ده بقى اللي هيجي الضرر على العيان. لانه طبعا نسبه حدوث المشاكل في الحالات المعقده اكتر من الحالات السهله. بديهي. فيجي النهارده دكتور ودكتور تقيل وجراح كبير قوي مش عايز يخش في حاله معقده، انا هاخد ايه يعني؟ بناقص فلوس، انا راح اعمل عمليات. اي هو كده. ليه بقى؟ ما ده اللي يعني احنا ممكن نصل لمرحله تخصصات معينه. لا مش تخصص هنسيبه خالص، لكن قصدي جوه التخصص مش هعمل الحالات المعقده. ما هو ده اللي انا اقصده. عمليات معينه ممكن نصل لوقت عشان بسبب السوشيال ميديا. ايوه، ما نلاقيش بسبب السوشيال ميديا، ومع احترامي واعلام ورأي عام ومسلسل الأهمال الذي لا ينتهي من الأطباء بنتعمل فينا كده. الحقيقة يعني بس طول وقبل ما هو ده قبل السوشيال ميديا. طب ما هو أنا قلت والإعلام قبل السوشيال ميديا والجرايد. أنا ما قلتش لا. أيه. ده بقى بيبقى مسبقا جدا بدري قبل ما نمشي في العملية فنيا ويتم إدانة بيها، يبقى ساعتها شهر بيا. تمام. لكن من أولها شهر بيا لا. حضرتك دكتور مكرم شايف إنه يعني في تخصصات الدكاترة هتهرب منها مع الوقت للتعقيد الشغل فيها؟ طبعا، ودي خطر جدا. بيستسهلوا هيستسهلوا الدكاترة يعني تخصصات سهلة. بنلاقي تخصصات سهلة دلوقتي زي الجلدية والأشعة والتحليل بتاخد القمم بتاع الدفعة الأعلى امتياز. ده كان الأول بيروح مخ وأعصاب، جراحة قلب، صحيح، جراحة عامة، نسا. ده كله احنا هنحرم منه. ايه السبب بعد كده؟ ليه؟ لان زي ما قال قبل كده قلنا ان الشباب الوقت بيدور على الاسهل له واللي يجيب له وده حق مشروع. ده حاجه مش حاجه وحشه. ايوه ده حق مشروع ده. وبعدين اضافه لكده ان الشغل التاني ده عايز يتعلم كويس وعايز قانون يحمي. احنا برضو اما نتطرق لموضوع الاخطاء الطبيه، اكتر سبب بيمثل خطوره هو عدم تدريب وتعليم الطبيب جيدا. ده كلام مهم، لان كتير جدا من الاخطاء الطبيه نتيجه تعليم. هنا بتتكلم على كليات الطب؟ لا لا، التدريب ما بعد. ولا ما بعد كليات التدريب. ما بعد التدريب العملي. والسبب المشكله الرئيسيه عندنا عدم توحيد
الجهة التدريب. عندنا في جامعة بتاخد من الدفعة 1000 1500 2000 بالكتير، وبتسيب سبعة من غير ما تعلمهم. ما فيش فرص ليهم. مين ينظم ده سريعا؟ وقت الصحة انتبهت لده وقالت انا هاخدهم اعلمهم. فاخدت ال 9000 ما تقدرش تعلمهم من غير الجامعة. ايوه بقى ده بيشتغل لوحده، ده تنسيق ما بين الجامعة، ده بيشتغل لوحده ما بين الجامعة وبين الصحة. محتاجين لجنين، يبقى واحدة واحدة ويعلموا صح. تنسيق. ده ضروري. استفيد من القوة البشرية بتاعت الجامعة. تنسيق. واستفيد من إمكانيات الصحة. ده ضروري. ده موجود على الأرض بس مش أتكلم بس لا ومش منظم. لأن أنا في الحالة دي معلم أولادي كويس هطلع منتج كويس. ده حقيقة. هيقرا في إزاي يعالج مريض. أيوة. أنا كان ليا قريب أول إمبارح الهيموجلوبين بتاعه نازل خالص 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 والدكاتره بيبصوا للتحليل ويقولوا مش معقول، طب ما احنا نعيد التحليل مره تانية ونعيد التالت، وهو الراجل نازل في دم واضح ان هو مش في دم خالص. ايوه. اول حاجه اديله محلول واديله دم وبعد كده اتصرف اعمل اي حاجه تانية. دي فهو دي مشكله السيستم اللي بيعلم ما هوش لوجيك بما فيه الكفايه. لاي درجه ليكوا تدخل كمجلس ولجنه صحه في اللي طرحناه بس في القعده البسيطه دي سريعا دكتور مكرم؟ طبعا احنا ان شاء الله من يعني التدريب. المشكله التدريب اللي حضرتك قلتها احنا ان شاء الله بصدد هل هتشتغلوا عليها؟ توحيد المجهود بين وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي هاي. في كيان واحد هاي. بحيث احنا نستفاد من ده ونستفاد من ده، وان شاء الله كمان هيعرض علينا المسؤوليه الطبيه، هنبقى في توازن وحق للمريض وللطبيب وللمهنه كمان. واتمنى الاستعانه برايي يا دكتور طارق في مساله اللجان لانه معانا في كل القوانين استاذ وخبره. طب كويس كويس ده يطمن. بشكرك فندم. خلاص يبقى انا هو عازمني على اللجنه لما يجوا يعملوا هتعملوا طبعا في اللجنه استماع. خلاص ان شاء الله ان شاء الله منتظر اول مدعوين ان شاء الله ده يسعدني واحنا نتابع مع حضرتك. بشكرك دكتور طارق كامل شرفتني. بشكر حضراتكم. اشوفكم بكره على خير مع تحياتي عزه مصطفى والى اللقاء.